لو وضعتي الخليط ده على شعرك اثناء الاستحمام شعرك هيطول جدا وهيبقى كثيف، وكمان فروه راسك هتتنضف بشكل مش طبيعي، مش هتصدقي ان ده شعرك بعد ما تاخدي الشاور. لو عايز تعرفي ازاي تعملي الخلطه دي كملي الفيديو لاخر، وما تنسيش الاشتراك واللايك للفيديو. اهم حاجه واول خطوه عشان شعرنا يكون صحي وطويل وهو الوقت بتاع الاستحمام، واهم حاجه ان تكون فروه راسنا نظيفه وما فيهاش قشره ولا فيها اي ترسبات من زيوت او اي وصفه احنا بنحطها. فازاي هنعمل كده؟ هنجيب الشامبو اللي احنا بنحب نستخدمه على شعرنا، وهنجيب منه في اي طبق الكميه اللي انت عارفه انك هتستخدميها جوه الشاور، بتحطيها في اي طبق عندك. بس مهم في الخطوة دي ان يكون الشامبو اللي انت هتستخدميه يكون فيه سلفات، عشان السلفات بيساعد جدا في تنظيف فروة الرأس. وبعد ما تحطي الكمية اللي انت عايزاها بتنزلي عليها بحوالي معلقة صغيرة من السكر الابيض، السكر اللي احنا يعني بنستخدمه عادي، تحطي منه معلقة على الشامبو بتاعك. السكر هيساعد في تقشير فروة الراس، فبالتالي اي قشرة او اي زيوت زيادة او اي حاجة مش عايزينها غير محبوبة في القشرة طبعا هتتشال بعملية التقشير ده، زي ما كأننا بنقشر جسمنا او بشرتنا بالظبط، فنقشر فروة راسنا. وبعد كده عشان ننظف فروتنا بشكل اعمق ويخلي شعرنا فيه لمعة حلوة جدا وريحته حلوة، وهي معلقة صغيرة من القهوة او النسكافيه سريع الذوبان، بس يفضل يكون القهوة. بنقلب كويس المكونات دي مع بعض، وبعد كده بنستخدمه أثناء الاستحمام، بناخد كمية منه الكمية كلها يعني، ونبدأ نحطه على فروة راسنا، وبنسيبه من دقيقتين لثلاث دقايق على فروة الراس مع التدليك كويس جدا. وبعد كده نغسل شعرنا عادي ونكمل الشاور بتاعنا. ممكن كمان نعمل تدليك بالفرشة اللي انتوا شايفينها دي اللي هي فيها سنون موجودة في الصيدلية او في اي مكان بنعمل فيها عملية التقشير. الطريقة دي بنستعملها مرتين في الشهر عشان نتأكد ان احنا شعرنا مفيهوش اي رواسب او في اي زيوت زيادة. بنستعملها مرتين في الشهر او مرة واحدة بس في الشهر لمدة 3 دقايق، وبعد كده نكمل الروتين بتاع شعرنا عادي جدا. هتدعيلي بجد لما تستخدمي الوصفة دي، حلوة جدا، بتقشر فروة الراس فبالتالي بيساعد التطويل والتكثيف وشعرك مش هيتساقط خالص. جربي الوصفة دي وادعيلي، وما تنسيش الاشتراك في قناتي واللايك للفيديو وكومنت، وبحبكم جدا ومع السلامة.